باب الفرج فتح على المصراعين أمام نادية وأطفالها. مفتاحه شقة سكنية أهداها أحد المحسنين تفاعلا مع نداء تكافل أطلقته قبل عام من اليوم الأرملة وأيتامها الستة. تشع السعادة من عيون كاد الدمع يجف منها، فيما استقرت الابتسامة على وجوه كاد الحزن أن يتمكن من ملامحها وإلى الأبد. فوق الفرحة، يعني أنا ما تصورتش هادشي غيكون حقيقي، فهمتي؟ وأنا كنشكر بزاف الله سبحانه وتعالى هو الأولاني، وكنشكر اللي كان السبب في هذه المساعدة كاملين، الله يجازيهم بخير. والأولاني وقبل كل شيء كنشكر الجمعية تاعنا إغاثة، هي اللي توضعت معايا ووصلتني هذا الشيء اللي أنا فيه. وكنشكر السيد اللي عمل فيا هاد الشيء هذا، يعني واحد شيء عظيم عند الله. سكن لائق كان أمرا في حكم المستحيل بالنسبة للأرملة الفقيرة المريضة بالسرطان، والتي حكم عليها القدر بأن تكون أما وأبا معيلا ومسؤولا وحيدا عن أطفالها الستة. ببالغ التأثر تستعيد هذه السيدة بعضا من ذكريات الأمس القريب جدا. كنا في حالي ماشي عايشين في هذا الشيء هذا اللي شفتو دابا، وكنشوفو باقي ماشي مصدقة، لأن هذا الشيء ديالنا وولادي وداك الشيء باقي ماشي مصدقة بالفرحة. والشيء اللي تبدل في اللي غيتبدل فيا أنا ولا ولادي هي عاد عنا نرجعو للحياة. عن الحياة الكريمة تتحدث نادية، حياة يتداعى فيها المجتمع لأرامله وأيتامه بالتكافل والتكفل، إلى جانب الاستفادة من شقة سكنية تتسلم الأرملة شهريا من جمعية العون والإغاثة مبلغا ماليا تستعين به في الاستجابة لحاجيات أطفالها. طيحت الكرامة ديالي أنني وصلت لندوق نطير باش ما كانوا ياكلوا. صور ما كنت كنقول قولي عيشي، ما يبقاو شي غير بالجوع وما يبقاو شي متشردين. كندوق على الناس فاش كيعيشوا المكتوبه والادوات، يعني واحد شي سيء ما عندي ما نقول لك شي. واحد الكتاب ديال الحزن بزاف الحزن يقوس، واحد القصه واحد يعني كنت تالف بالحياه ديالي الاولانيه تالف، يمكن الناس كاملين كانوا يقراوا هذا الكتاب على وليداتي ولا على راسي. حنا في هذا البرنامج كاين واحد الصيروره، لان الموت ما كيوقفش، فهاد الدوامه ديال الموت دائما كتجينا اسر جديده، وهاد الاسر الجديده كاينين طبعا عندنا يعني نقولوا حنايا حالات، يعني كاين حاله متوسطه، كاين حاله ضعيفه، وكاين حاله جد ضعيفه، وهاد الحالات جد ضعيفه هي التي يعني كنحاولوا، ماشي يعني كيكون الجانب السكني منعدم، الجانب المعيشي منعدم، الاطفال يعني الصغار وكيكون العدد ديالهم كبير داخل الاسره، هاد الاسر هذه هي اللي كتشتغلوا عليها اكثر واكثر. برفقة طفلتها تجلب نظيرة من هنا حاجيات الأسرة من الماء. تحت السقف الصفيحي لهذا المنزل غير المكتمل بناؤه تعيش الأرملة وأبناؤها الخمسة، أكبرهم يعاني من إعاقة ذهنية حكمت على الأم بألا تبارح المنزل في طلب لقمة العيش مخافة وقوع ما لا يحمد عقباه. أنا يشبرني ويضرب فيا، نجي نفكو يجي يفني، قول لي خليني نضرب بالشفره، العيال يقولوا لي ندي لك اختك وهذه على هاد الصغيره، ما يحملش اللي يهضر عليها، وانا نتبعه ويبقى يجي يفني قدام الناس. عن الدراسة انقطع أبناء هذه السيدة واحدا تلو الآخر غدا توفاة الأب والمعيل، باستثناء البنت الصغرى التي تحتضن الكتب المدرسية وتحتضن معها الحلم في غد أفضل تتحقق أولى فصوله بتحقق وعد إعادة تشييد بيت هذه الأسرة. في الشتاء هاي كتخطر والحمل عليا، وفي القيلة هاي طيبة ما تجبريش فين تقلتك خاصك تخرجي على برا. عاد الماء اللي ما كاينش عاد الماء وتمارة وصافي، الله لا تشكنا مكر في التزنة. المنعطف السعيد ذاته في حياة نادية تبذل جمعية العون والإغاثة قصار الجهود حتى يتحقق لنظيرة ولمئات الأرامل والأيتام.
المسكن اللائق يعني حياة كريمة لقاطنيه، تتغير بها النظرة للحال والمآل، وحتى في ظل اليتم والترمل تصبح الحياة بطعم الأمل.